ألو، السلام عليكم. معاكم شرطة الأطفال، إيه المشكلة؟ عندكم أولاد مش بياكلوا الأكل بتاعهم ودايما عايزين ياكلوا أكل غير صحي؟ لا، الكلام ده ما ينفعش. احنا هنجيلهم حالا عشان نعلمهم إزاي ياكلوا الأكل الصحي ويبعدوا تماما عن الأكل اللي مش صحي. هنيجي ولا هياكلوا أكل صحي؟ خلاص تمام، مش هنيجي المرة دي، إنما لو هياكلوا أكل مش صحي هنيجي. تمام، هم اسمهم إيه؟ تمام، لو في أي حاجة لازم تكلمونا فورا. سلام.